بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالفيديو راح نحل الهوم وورك الثاني للمهندسة ميساء اللي هو موجود في الرسمة هاي، ان شاء الله يكون سهل. اول شيء بنفتح الاوتوكاد بنظام متريك. اول ما تفتح الاوتوكاد بيطلع عندك صندوق حوار، تختار امبريال او متريك، انت بتختار متريك. اذا ما طلع تيجي على الفايل نيو، عند جنب اوبن في سهم تختار متريك او امبريال، انا مختار متريك. اول شيء بنعمله طبعا بنعمل الطبقة تبعت خطوط السنتر لاين، نيو لاير سنتر، تسميها زي ما بدك بس يفضل انها تكون سنتر. نختار لون مثلا نخليه اصفر. نوع الخطوط بدنا اياها خطوط متقطعة، خطوط سنتر لاين معي. هون بس موجود كونتينيوس، نرجع لود. في عنا سنتر ثلاث انواع، نختار احنا اول واحد نحدده من هون. اوكي هاي صار عنا هون السنتر، طبعا نتأكد انه هذول كلهم باللون الاصفر نكون فعالات. حدود الرسمة لهم سماكة معينة اللي هي بتكون 35% ملي مثل ما قالت لنا المهندسة ميساء. اوكي نبدأ نرسم اول شيء في خطوط السنتر. بنفعل طبقة السنتر عشان نرسم خطوط متقطعة. نيجي بنرسم خط مثلا نقول طوله 170 على فرض، هاي خط طوله 170. في عنا خط هنا اللي هو هذا الخط، في عنا خط ثاني اللي هو أفقي قاطع معه. نيجي مثلا نرسم لنا خط من هون عادي ها لهون 100%. عندنا كمان خط سنتر لاين واضح اللي هو مائل بثلاثين درجة من هون وستين درجة من هون، من هون هيك كام بتكون 300 درجة. نيجي على اللاين عند نقطة الانترسكشن، نقطة التقاط. هاي النقطة إذا ما بينت معك الإكس بتيجي على الأو سناب سيتينجز، بتختار من هون الانترسكشن، بتختار تانجنت لما بدك تعمل مماس، بتختار سنتر الدائرة، نهاية الخط، نهاية الخط من هون وهكذا. نعطي اوكي فعالات عندنا. فهي السنتر نرسم من هون هي 300 درجة. نجي برضو من نفس نقطة التقاطع او الاند بوينت. اذا عندك مشكلة طلعت اند بوينت او نقطة تقاطع تيجي هون عند اللائحة كليك يمين في الاوبجكت سناب بيطلع لك عندك اللائحة هاي. فانت لما بدك مثلا تبين نقطة التقاطع تيجي على سناب تو انترسكشن تضغط عليها فبصير طلع لك نقطة التقاطع. هي راح تكون بما انه 45 درجة 45 فكل راح تكون 225 225. تمام لو بنلاحظ كمان انه في عنا خطوط انترسكشن على شكل دائرة واقواس، معطينا الريديس تبعها هون في واحدة في واحدة الريديس تبعها هي هذا هون. طبعا هي ممحية لانه في كانت دوائر والمهندس محيته. فبنيجي مثلا نرسم سيركل درو سيركل معنا السنتر ومعنا اللهم صل على سيدنا محمد الديامتر. فسنتر ديامتر حددنا السنتر ديامتر موجود 44 هي اخترناها اللهم صل على سيدنا محمد. في عنا كمان دائرة الثانية اللي هي هون مع سنتر 74 سنتر 74 درو سيركل سنتر ديامتر هاي الراديوس الراديوس 74 درو سيركل راديوس 74 74 نختار انتر. حلو تمام هاي راديوس وهاي ديامتر، ديامتر 44 حطيناها صح. ديامتر 44 تمام.
هيك أتوقع إنه خلصنا خطوط السنتر لاين، فبنغير الطبقة، نرجع طبقة الرسوم الحدود، رسم الحدود، نبدأ في الدائرة هاي، في أي دائرة؟ الدائرة هاي اللي هي الدايمتر إلها 28، فبنيجي درو سيركل سنتر دايمتر، سنتر معروف الدايمتر 28، زي هيك. بس نلاحظ انها طلعت في خط فاتح غير اسم اللي حطيناها، نضغط على ال دبليو تي وبتبين عندنا سماكة الحدود. نرسم الدائرة الثانية اللي هي الديامتر الها 60، درو سيركل، درو سيركل سنتر ديامتر، مع سنتر ديامتر 60 هي رسم لنا اياها. تمام، ايش عندنا كمان دوائر؟ في عنا هاي الدائرة، هاي الدائرة هاي 54 الراديوس، درو سيركل سنتر راديوس 54، 54 هاي 54، وفي عنا الكبيرة اللي برا 94، برضو نجي سيركل سنتر راديوس 94. تمام، في عنا هاي كيف نعرف الريدس تبعها؟ بنيجي لهون الريدس الكامل، هذا ريدس الدائرة الكبيرة 20، يعني من هون لهون 20، وريدس صغيرة من هون لهون 10، فبتصفي هاي عنا 10، 54 10 تطلع عنا 64. فبنرسم كمان دائرة، درو سيركل سنتر ريدس قياس 64، 64 حلو، 64، وعندنا نفس القصة هون، راح تكون زيادة 30 على 50، لأنه عندنا 20 وعندنا 10 هون، فبتصير 84. draw circle center radius 84. طبعا أغلب الأجزاء اللي فوق راح نحذفها. في عنا الدائرة اللي هي من سنتر هون، أيوة سنتر هون، في عنا دوائر اللي من الصغار، واحد راديوس 10 وواحد راديوس 20، فبنيجي دروب سنتر راديوس، اللهم صل على محمد، أيوة اللي هي هنا في نقطة التقاطع هاي، عنا دائرة راديوس 10، وعنا كمان دائرة براديوس 20، نفس القصة راح نعملها هون، درو سيركل سنتر ديامتر 11، درو سيركل سنتر راديوس، عفوا قبلها كان سنتر راديوس، ما علينا، 20. كثير كثير انعجقت رسمي، فخلينا نبدأ نمحي. نضغط اسكيب من الكيبورد، تي ار انتر انتر، ونبدا نحذف مثلا هذول الخطوط بدنا اياهم، هذول اللي فوق ما بدناش اياهم، حتى السنتر لاين مش بحجمه، اللي فوق هذا كله هيك مش بحجمه، هذا برضه مش بحجمه لانه بدي اياهم مماس من هون، الصوت هذول كمان مش بحاجتهم، مش بحاجته، مش بحاجته، خلاص تمام هيك. بدك تخفف من السنتر لاين، خفف برضه، بصير برضه مش مشكلة. اللي جوا هذا ما بدنا اياه، ما بدنا اياه، بدناش اياه، بدناش اياه من هون، هذول برضه بدناش اياهم، بدناش اياهم، بدناش هذا، بدناش هذا، نفس الشيء اللي ما بدنا اياه بنشيله خلاص عشان نعرف كم الرسم. تقريبا صار التحت جاهز. في عنا هون دائرتين صغار لازم نرسمهم، نيجي على درو
لما اعطينا الديامتر لهم، هاي الديامتر مع اساس كانوا 6 بس مهندسين زبطتنا في الهوم وورك شالت 4. draw circle center diameter. السنتر معروف له نقطة التقاطع، diameter حكينا هي 8، بنختار 8 برضو نيجي هون نفس القصة draw circle center diameter 8. هاي رسمناه، بدك تخفف من السنتر لاين برضو تضغط تي ار انتر انتر وبتحذف من الديامتر، بتحذف هاي مثلا يحذف هاي يحذف هاي وهكذا. عندنا هون دائرة مماس لدائرتين برادياس 25، وهون عندنا كمان واحدة مماس لدائرتين اللهم صل على محمد برادياس 82. فنيجي نحكي درو سيركل تان تان راديوس. عندنا الدائرة المخرطة تقريبا هي ماسة في المنطقة هاي، في مماس في المنطقة هاي، الراديوس 25 هاي رسمنا اياها. نجي كمان درو سيركل تان تان راديوس، طلع من وين ماسة؟ ماسة من هاي المنطقة، فبنرسم تقريبا هاي المنطقة وماسة من هون، فنختار المماس الثاني هون الراديوس 82 اعطانا الدائرة. برضو نرجع نضغط تي ار انتر انتر عشان نمسح، نختار هاي نمسح القوس الكبير، نمسح هاي اللي هون. هسه ايش يضل علينا؟ نتأكد من مناطق التماس اذا في زيادة ولا لا. هون ما فيش، هون في زيادة هاي يتم مسحها زي هيك، في هون زيادة برضو نمسح هاي بدنا اياها، بلاش نمسح من هون، نمسح اللي هون نتأكد ما فيش اي مشكلة هون. هيك اتوقع انه كل اشي كامل. هاي 45 المفروض تكون، هاي 30، هاي دائرتين هون، دائرة دائرة مماس، وهذول. هنتأكد من قياسات على السريع، دايمنشن الزوايا بين هاي انترسكشن والانترسكشن اللي هون، لا شوي شكله غلط في الاختيار، بدي انجولار انا صحيح، خلي انجولار نختار هاد وهاد، هاي 45 45 وهي اكيد راح تكون 30، هاي راح تكون 30 اكيد. نختار مثلا نتأكد من الرادياس، الرادياس اللي هون 25 تمام، دايمنشن رادياس، رادياس اللي هون 82، الجوبة الديامتر، ديامتر هاي دائرة 8 مثل ما هو موجود. ديامتر 28 هاي هون، ديامتر برضو هاي 60 مثل ما هو موجود. ان شاء الله كله تمام. مع تحيات فريق A+ من لجنة الهندسة الميكانيكية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.